اكيد شريط ذكريات كبير جدا عدى عليك وانت بتشوف معانا التقرير ده، مليان بقى انجازات وفرح وحزن، عدى عليك ازاي؟ مسيرة كبيرة طبعا، الحمد لله الواحد بدأها من الفيوم، مشوار كبير الحمد لله الواحد يعني حقق منه حاجات الواحد لا خليني اول ابتدي من الوالد والوالدة والبيت اللي انت اتربيت فيه، مين هو السيد كلهم حمدي؟ أهلاوي يعني، كلهم أهلاوية، العيلة كلها لكن أهلاوية. البيت كان عامل ازاي؟ والدك كان بيشتغل ايه؟ والدتك عندك كام اخ؟ خلينا نعرف اكتر مين هو كابتن سيد أنا حمدي. وحيد على 5 بنات، ما شاء الله، والدي الله يرحمه طبعا. جيت اخر العنقود؟ لا أنا التاني. انت التاني. والدي الله يرحمه طبعا. والدتي أهلاوية، هي يعني كانت من الناس اللي هي منتمية للنادي بشكل كبير جدا، فزرعت ووالدك والدي ما كانش له في في الكورة؟ الكوره قوي يعني، لكن هو كان بيشجعني يعني كلاعب كوره، لكن ما كانش عنده خلفيه قوي عن يعني انتوا الكوره كنتوا بشكل. في بلد في الفلاحين انا والست هي اللي بتشجع من كورة وبتشجع النادي الأهلي، ووالدك ملوش أصلا في الموضوع ده؟ لا والدي ما كانش له في الكوره خالص. ما والدتي كانتش غريبة دي؟ يعني هو كان بيشجع لكن ما كانش عنده خلفيه بشكل كبير قوي. لا مش الغريبة ان والدك مش بيشجع كورة، الغريبة ان والدتك كانت بتشجع كورة؟ والدتي لان والدتي لها اخوات كلهم اهلاويه، فالعيله عندها برضو اهلاويه، فدي بالوراثة. بالوراثه، فهي زرعت الحته دي عندي في ان انا انتمي للنادي الاهلي. انا وحيد على 5 بنات، من قريه اسمها ابو جندير، تابعه لمركز اقصى محافظه الفيوم.